يمارس محمد عمله كصبي ميكانيكي في إحدى الورش منذ 5 أعوام، رغم أن عمره لا يتجاوز 12. أنا اشتغلت وأنا صغير عشان هو طلق أمي، ليش ما بيصرفش علينا، عنده فلوس ومش عايز يبعت لنا فلوس خالص. وبعد كده أخويا طلع من المدرسة أو اشتغل، إحنا الاتنين بنصعب بعض. هدى فتاة صغيرة دفعتها الظروف الاقتصادية السيئة التي تعاني منها أسرتها إلى الانخراط مبكراً في العمل للبحث عن لقمة العيش. بشتغل بقالي 7 سنين، بشتغل في كافيتيريا مع مامتي، ساعدها عشان أنا مش غاوية الشغل، بس بساعد عشان نعيش. القوانين المصرية تجرم عمالة الأطفال فيما دون 12، غير أن الإحصائيات تشير إلى أن 40% من الأطفال العاملين لا يتجاوز مستوى أعمارهم 11. أما أجورهم فهي دائماً لا توازي ما يقدمونه من جهد. والله استفيدني 4 جنيه 5 جنيه كل يوم، ماشي بابا أصرف منهم 2 جنيه، ساعات بقى أجيب حاجات وأنا مروح، أكل بجيبه وأنا مروح، حاجات يعني بجيب. باخد 50 جنيه في الشهر بس ما بتكفينيش. إضافة إلى ظروف العمل القاسية، فإن محمد وهدى يعملان يومياً ولفترات طويلة تزيد عن ساعات العمل التي يؤديها الكبار. أنا بشتغل من 9 الصبح ل 9 بالليل، بكون هناك في البيت اللي أنا بنضفه الساعة 9. بشتغل من الساعة 9 الصبح لغاية 10 بالليل 11، ماشي. لو في شغل كتير بدنا سهرانين، وساعات أنا ببيت هنا أصلي. تختلف المعاملة التي يلقاها الأطفال العاملون في عملهم، لكنهم عادة ما يقابلون بالقسوة والجفاء. لو أي عيل بيعمل غلط بيتضرب، ليش يتعلم؟ لو مش عايز يتعلم إيه بيمشي. في ناس بتعاملني وحش وفي ناس بتعاملني حلو. الناس الحلوة بتشتمنيش وبتعمليش حلو وبتعاملني كويس، والناس الوحشة بتقعد تشتم فيا وتطلب طلبات بالليل وما بقعدش بالليل. 20% من سكان مصر البالغ عددهم 67 مليون نسمة يعيشون تحت خط الفقر وفقاً لأرقام البنك الدولي، وهذا هو السبب الرئيسي لتسرب الأطفال من التعليم وانخراطهم مبكراً في العمل. كنت دخلت المدرسة وما طلعوني، أنا عندي 3 من سنة 3، بابا كان عنده مشكلة ومامتي وما طلعوني منها. أنا طلعت من المدرسة عشان مصاريفها كتير وكشاكيل وهلمة وبعد ما معاش يكمل وكده. زعلانة من بابايا أوي عشان طلعني من المدرسة، وأنا لو كنت كملت معايا شهادة. أحلام بسيطة يحلمها هؤلاء الأطفال، إلا أنها تعد المثلى لطموحهم وآمالهم. حلمي نفسي أطلع وسطى وأطلع وأفتح ورشة وكده. نفسي أجيب لبس وزي الناس وأقعد في حتة نظيفة. أطفال بلا طفولة وبراءة تسحقها ظروف حياتهم القاسية، وأجساد صغيرة ينهكها العمل الشاق قبل الأوان، فمن يستجيب لصرخة استغاثة قد لا تخرج من أفواه هؤلاء الأطفال؟